أحسن الله إليكم. يقول أحمد في هذا السؤال: ما حكم التعامل مع مصرف معين في عمل الصدقات الجارية وكفالة الأيتام وغيرها من أعمال الخير؟ المسلم يعمل الخير ويحسن إلى الأيتام والفقراء والمساكين، والأحسن أن يتولى هذا هو بنفسه، وإذا وكل من ينوب عنه بذلك من المصارف أو من الجمعيات الخيرية التي يثق بها فلا بأس بذلك. نعم.